فاكرين لما قلنا لما اشرنا يعني الى ما قاله سيادة الرئيس لما قال ان هو بيقول يعني بيحث اسرائيل على انها تهدي، ان يبقى في استماع لصوت العقل شويه، ان القضيه دي ممكن تخرج حيز خارج الحيز ويبقى في تدخلات من اطراف اخرى. فاكرين الكلام ده؟ ايه اللي بيحصل النهارده؟ دلوقتي بقى في صواريخ بتطلع من اليمن، صح؟ اتهامات لايران ان في صواريخ بتطلع من عندها. بيقول لك بدانا بنضرب من البحر، طب البحر جاي منين؟ طيب ده كمان بقى في كمان ايه؟ ده في مواقف دبلوماسيه عنيفه. في موقف قوي جدا من عدوان الاحتلال الاسرائيلي اعلنت عنه مثلا بوليفيا. قطعت العلاقات مع الاحتلال. واتهمت الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الانسانيه في هجماته على اهالي غزه. لو تفتكروا في 2009 برضه بوليفيا كانت قطعت العلاقات مع الاحتلال لنفس السبب ونفس الوضع اللي هو العدوان على قطاع غزه. كمان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو قرر ايه؟ انه يستدعي السفير في اسرائيل بسبب الجرائم الاسرائيليه في غزه. وقال له اذا ما وقفتوش المذابح الاسرائيليه بحق الشعب الفلسطيني مش هنقدر نخلي سفاراتكم عندنا. مواقف التاريخ هيسجل المواقف دي. في موقف برضو قريب منها يعني زي كولومبيا وبوليفيا، استدعت برضو حكومة تشيلي سفيرها في اسرائيل وقالت له نفس الكلام، ان اللي بيحصل في غزة ده انتهاكات للقانون الانساني والدولي. عشان نفهم اكتر حجم بقى هذه المواقف الدولية اللي احنا ممكن تكون من وجهة نظرنا ايه يعني لما يطردوا السفير. طيب معايا دلوقتي دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. دكتور طارق مساء الخير عليك. مساء الخير استاذ طاهر، تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين. يعني لما اتكلم عن بوليفيا، لما اتكلم عن تشيلي، لما اتكلم عن الدول دي وهم بيهددوا بقطع العلاقات، وطبعا بوليفيا بالفعل قطعت العلاقات، في بعض الناس ممكن تقول يعني ايه المشكلة، يعني ايه الخطوة دي، ايه قيمتها؟ لكن اعتقد ان لها قيمة على المستوى الدولي بشكل كبير. لا اكيد، زي ما انت سمعتك في المقدمة بالفعل، يعني بوليفيا وكل الدول، معظم دول امريكا اللاتينية دائما كانت يعني لها هذه المواقف المشرفة، هي ضد الظلم، ضد الاستعباد، ضد الامبريالية، ضد التحكم، ضد الطغيان، هي تريد حريات الشعوب، تريد حق الشعوب في تقرير مصيرها، تريد العدالة والمساواة، ليس هناك انسان افضل من انسان، ليس هناك شعوب أرقى من شعوب وتحدد لهم ماذا يفعلون. فأتصور أن هذا هو الإرث الحضاري والثقافي والسياسي لحركات التحرر الوطني، هذه الحركات التي كان لها ذلك الزخم في خمسينيات وستينيات القرن الفائت، وما زالت هي تجابه وتقاوم ذلك التدخل الاستعلائي، سواء كان الإمبريالية الأمريكية وتحكمها، وكانت تتحدى هناك هذه الدول بتتحدى الولايات المتحدة إلى يعني حتى هذه اللحظة. نجد كوبا، نجد فنزويلا، نجد كولومبيا، نجد بوليفيا، هذه الدول تريد العدالة، تريد إحقاق الحق، تريد عودة الحقوق إلى أصحابها، وترى أن إسرائيل ومتدثرة بتلك الرعاية الأمريكية ترى أنها تساعدها وتشجعها على هذا الظلم والافتئات والاستيطان وقضم الأراضي العربية وقتل العرب، وكأنهم يعني كما قيل حيوانات بشرية. ذلك التطرف البغيض وذلك الاستعلاء، كل هذه المفاهيم أمريكا اللاتينية دينها وديدنها هو الوقوف يعني صلبة متماسكة أمام هذه الأفكار الخبيثة. طيب دكتور طارق اسمح لي، هل ممكن أشوف دول في قارات أخرى ممكن تاخد نفس الموقف ده؟ أتصور أن هذه عدوى، يعني فكرة حق الشعوب في تقرير مصيرها، حق الشعوب في وحدة استقلال يعني قرارها السياسي أن يكون له تلك الاستقلالية، هذه الكرامة الإنسانية، هذه يعني ذلك الميراث الحضاري الإنساني كما أكد فخامة الرئيس السيسي وقال أي إنسانية التي شيء. لا طبعا عفوا، هو الصوت واضح أن في مشكلة دكتور طارق. بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية.